ندلع التلامة والتتلمون. الله يسلمك يا فوزي. ايه الغيبة الطويلة دي؟ ابدا يا سيدي، كنت بجهز شقتي عقبال فرحك بقى. لا انا متجوز وعندي ياتين واطرطط وبندقة ضايقة في التتة. هبقى اجيب لك معايا من هناك حبيبي. يا مرمور يا حبيبي، وحشتني جدا. مالك يا ليمون مفرهد قوي ليه كده؟ حبنا، حبنا يا حبيبتي، حبنا خلاني لفيت البلد كلها بكراها بكفرها بضواحيها بنجوعها عشان اجهز لك مملكتك يا ملكه. هو انت لحقت خلصت المملكه بسرعه كده؟ هو انت فاكراني كنت هستنى 4 سنين؟ ايه يا حبيبتي؟ انت ما شفتيش الصور اللي انا بعتها لك ولا ايه بتاع رحلتي من دمياط لرشيد؟ انت ايه اللي وداك رشيد؟ الحصر. الحصر يا روحي، في حصر هناك تجنن اللي عليها سمبوكسات دي، جبت لنا 2 نتلحف فيهم. والمفاجاه بقى سبت سيوة. اهو ومليان بقى ايه، بلح الشام وعنب اليمن ولبن العصفور والنوادر اللي انت بتطلبيها دي كلها. يلا يا حبيبتي بقى نحدد ميعاد الفرح، ما بقاش ليك يا حجه. يا ليمون انا عارفه ان انت تعبت كتير ولفيت كتير عشاني وعملت مجهود بجد انا مقدراه، وفي الاخر تعبك ما جاش على الفاضي، اديك جهزت الشقه، بس للاسف انا برضو مش الانسانه المناسبه اللي ينفع ترتبط بيك. لا 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 لا، ركزي يا حبيبتي، اكيد الكلام ده من ورا قلبك. لا، من قدام قلبي ومش قادره استحمل. ولما انت مش قادره تستحملي كذبتي ليه قدام باباك؟ قلت لي ان انت ممكن تكملي معايا لما سالك على الفلوس، ولا كنت بتنقذي موقف يا هانم؟ ايوه كنت بنقذ موقف، والفلوس دي فلوس. انا عارف، ما تقوليش انا عارف دي فلوس ايه يا هانم. انت بعتي يا اميره، بعتي يا هانم. ايه بعتي دي؟ ايه قله الذوق دي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بعتي مقالاتك اللي حشاد اكيد زي ما انا ما بعمل، وسبتيه حط اسمه عليها ويديك قرشين. هو انت بتبيع مقالاتك لمستر حشاد؟ تصدق بقى ان انت قليت قوي في نظري؟ يعني انا كنت عالي في نظرك؟ للاسف للاسف، هي دي القشه اللي قسمت الظهر البعير، مستحيل اكمل معاك. انا فعلا يا اميره ما استاهلكيش، انا انسان ضعيف وعنخ، ما استاهلكيش فعلا، بس امان عليكي. السبت ده لو حبيتي تجيب اي حاجه من البقال تدلليه، بس عشان خاطري اسحبيه تاني عشان تفتكريني. طبيعي هسحبه تاني، بس مش هفتكرك. هوشي قلتلك انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني، بطلي بقى شغل زن اليابانيين ده. يا ستي قلتلك الظروف هتتحسن. بقولك ايه، فيلي فيلي سيبيني اكمل شغلي. يوهو، باي باي، سلام يا هوشي. مالك يا هدهد؟ متخانق مع هوشي ليه؟ كله من تحت راسك. ليه وانا مالي ان شاء الله؟ مش انت اللي وقفتي مصلحه الاعلانات؟ كان زماني معايا فلوس بصرف على البيت، ما كانتش مراتي هتضطر تنزل تدور على شغل عشان تساعدني. بقول لك ايه، كفايه عطله لحد كده، انا كلمت مخرج الاعلانات وبكره هنصور الاعلان. اعلانات تاني ليه؟ انا مش قلت خلاص؟ خلاص ايه؟ انت مش اتفقتي معايا ان اساعدك ننقذ الواد وانت تعملي الاعلان؟ هو انت تساعدني ان احنا ننقذ الولد مقابل ان انا افضل اعمل اعلانات؟ ما تحوريش يا اميره، انا راجل بيتي هيتخرب. وانا مالي يا هدهد؟ ما تشتغل، ما تسن سكاكين ولا تصلح مكنسة، أنا مش مكتوب عليا إن أنا أفضل أعمل إعلانات عشان أصرف عليك وعلى بيتك. يا هدهد أنا عايزة أحقق حلمي، يعني مش لازم أكسب فلوس من ورا ده. يا سلام، والبرنامج اللي طلع على الهوا مش هتكسبي من وراه فلوس؟ ما أنا جاية لك عشان أقول لك إنك زي ما اتفقت معاهم إن أنا أروح أعمل اللقاء ده، قول لهم إن أنا مش جاية. إيه ده إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنا شفت إعلان برنامج زيك بالظبط. إيه ده؟ بجد؟ أمال مين اتفق معاهم؟ أكيد سوبر ميم وزيفة، خلاص أنا هرفع عليهم قضية. سوري ثانية. الو، اي مروان، ايه برنامج ساعة الا ربع؟ هو انت اللي اتفقت معاهم؟ طب بص، مش هينفع دلوقتي في التليفون، لازم نتقابل. اوكي ماشي، اوكي هجيلك هناك. طب يلا اقفل انت. لا اقفل انت، اقفل انت. ماشي. ها طمنيني يا اميره، مين قفل الاول؟ احنا الاثنين قفلنا في نفس اللحظه. هو شغل تيمور وشفيقه ده هيخلص على ايه؟ ان شاء الله هيخلص على خير. وبعدين انت بتعصب عليا ليه؟ انت لسه بتكلمي الواد الصحفي الملزق ده؟ اه يا ستي دبسك في البرنامج، وريني بقى هتخلعي منه ازاي؟ ان شاء الله هخلع منه وهقابله وهفهمه ان السوبر ميو دي مش بتاعت اعلانات ومش بتاعت شوهات. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.